المطبخ التونسي ماما ألفة. مرحبا بكم. اليوم شنو مع بعضنا؟ وصفة الكوكيز الصحي. الكوكيز نجموا تعطيوهم لصغاركم حتى ليكم انتم اللي تعملوا في الريجيم وتاكلوا في الاكلات الصحية يكون لكم حاجة باهية. اول حاجة المقادير عندي 100 غرام شوفان. شوفان ماذا بكم ما يكون الشكل كبير، يكون مكسر، خاطر الكبير جربته ياسر يقعد يتعلق في الفم والصغار ما مش باش يستحسنوه. 50 غرام فرينة بيضاء ولا فرينة كومبلي ولا اللي عندكم تحبوا تحطوا، تنجموا تكتفيوا كان بالشوفان، تعوضوا 150 غرام شوفان اما يجي مفتفت شوي. عندي هوني 70 غرام زبيب والا تحبوا بيبيت دو شوكولا كيما تحبوا نتوما اختياري، 20 مليلتر زيت و50 مليلتر ولا 50 غرام زبده. انا قصتها 50 غرام زبده ذوبتها، نكهه الفاني ولا لورانج كيما تحبوا، رشه ملح، بيضه صغيره عندي بيضه صغيره، وكان عندكم بيضه كبيره حطوها وزيدوا شويه في مقادير نتاع الشوفان ولا الفرينه، و40 غرام سكر والا 4 ملاعق مش مليانين سكر. انا عندي سكر فلوغ دو كوكو اللي نستعمله، وانتم تستعملوا السكر اللي مستنسين به واللي تحبوا تعملوه. وربع باكو مش باكو 15 غرام الشطر نتاع 15 غرام 7.5 الشطر نتاع 7.5 3 4 غرامات، يقولوا 4 غرامات خميره كيميائيه مش برشا، ما كانش يرد ويحرق في اللسان وينفشوا اكثر من اللازم. نبداو توا في خلط المقادير. اول حاجه نبداو بها في الكوكيز اللي هي الزبده والسكر، معناها الدهنيات والسكريات، ورشه الملح ونكهه الفاني والزيت نخلطوها. بسم الله، بعد نحطوا البيضه من بعد نحط الشوفان والفرينة وربع باكو الخميره. نخلط طبعا عشان نستحق الفويل، نجيب مغرفة لوح ريتوه كيفاش مش كيما الكوكيز العادي. الكوكيز العادي يبدا اشيح من هكايا، انا نحبو هكا على خاطر باش يشرب الشوفان باش يشرب لي. والزبيب في الاخر بالكل، نحط الزبيب والا تمر، تقصو تمر وترف ترف صغيره ولا الكرموس الشايح التين المجفف، المشمش المجفف، البرقوق اللي تحبوا تحطوه، المهم تتاكدوا ما يكونش فيه جلوكوز. تشريوه حاضر يبدا مغلف بالجلوكوز. الفرن بتاعي مقبله يسخن على 180 درجه باش نحطو تقريبا 10 دقائق ولا حتى اقل شويه انت ونوعيه الفرن بتاعك. هوني الكوكيز باش نحطهم بهذي، تحبوا الكبيره ولا الصغيره؟ عندي صغيره ما نحبهم كبار انا. بسم الله، نجي ننزل عليه بقفي واحدة هكا وإلا بالمغرفة اللوح باش ياخذ الفورمة تاع الكوكيز. ندور ونحطهم في الفرن على 180 درجة تقريبا 10 دقائق. وطبعا باش نعملوا مع بعضنا الوصفة الثانية اللي هي عندي 80 غرام دقيق القمح الكامل، 100 غرام جوز الهند مرحي، فاني، كعبة بيض، العسل تنقصوهم بعضنا من بعض، ربع 5 غرامات يقولوا ولا ربع باكو خميرة متاع حلويات، و100 غرام زبدة مذابة ورشة ملح. نبدأ اول حاجه بالدهون اللي هي الزبده والملح
المواد المجافة والفاني والعسل، باش نقيسو مع بعضنا العسل. ما حبيتش نحطو في حاجة واحدة باش ما يتنحاش الكمية اللي باش نحطها. بسم الله. أربعين غرام عسل، خلطهم، حط البيضة، بيضة حجم صغيرة عندك، إذا عندك بيضة حجم كبير باش تزيد في النواشف من بعد. نجمو تحطو الزبدة بحرارة الغرفة يكون خير راهو. والكوكيز اهو طاب معايا، خليه يبرد ومن بعد نحيه من الطبق. 7 دقائق من لوطة وثلاثة دقائق من فوق. طبعا نحط المواد الجافة، جوز الهند، الدقيق، والخميرة تقريبا ربع باكو. لهنا اللي عندهم المشاكل الجلوتين، الدقيق نجموا تبدلوه بأي حاجة عندكم صون جلوتين. طبعا نحي ستاتول كيف كيف، لهنا تراوح لزج وراهم بعد باش يشرب على خاطر ما تكوكو شيء. نجمو تقصو فيها التمر. خلطهم هاكا مشي ويشيح. المغرفة متاع الجلاس ونعمل بيها بركة. 2 4 4 5 6 7 هوني نجي قفل المغرفة كالعادة ونفتحهم هكا. وعلى الفرن على 180 درجة بين 7 و10 دقائق، المهم كي راهم بداو يحمروا من اللوطة نطفيو عليهم ونشعلو من فوق. تو نشوف الكوكيز الاولاني هاكا هاكا حضر معايا. بسم الله. والكوكيز الثاني هو طاب، 7 دقائق من لوطة ودقيقة بركة من فوق. ما تقعدوا تغزرولو، المهم تقعدوا تغزرولو انتم والفرن متاعكم. نقول ما نعاود. وطاو باش نذوق معكم الكوكيز، باش نبدا بالاولانيه هذه. ها هيك شوفوا كيفاش، بسم الله، بنينه برشا وبالنسبه لي انا حلوه الحق. بنينه نتاع الشوفان على الاخر، شوفوا نتاع جوز الهند، ولا من عشاق جوز الهند اكيد مش نقول لكم مش بنينه، والله ابان من عاديين تاع الفرينه عاديه. امل انت ذوقي تبدا بالشوفان ولا نوات كوكو؟ نوات كوكو. هذا بنوات كوكو، هذا بالشوفان، انت اش تحب؟ بنوات كوكو. روق، بسم الله. بنين. ولا الشوفان؟ بنين. بنين الزوزة؟ ايوه. باش تاكل منهم؟ ايوه.
اللي يحبوا يحطوا سكر يحطوا 20 غرام راهو يكفي، اللي مش مستانسين بالسكر كيفي يعني. معناها انا حسيت الحق قوي فيه مطعم سكر قوي. اوكي هاي وصفتنا كانت اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. حلقة اخرى بس اخرى بس بسلامة.